رفاق الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وقضوا في معارك الشرف والعزة والكرامة، وتعاني جرحان الأبطال بالشفاء العاجل. ها نحن اليوم نقف على سواحل منطقة الصابري وسوق الحوت بمدينة بنغازي الأبية، ونرى مدى الدمار والخراب الذي خلفه الإرهابيين جراء تحصنهم بهذه وسط المدينة ومنطقة البلاد والصابري. هي من خلفنا تقع المباني المشهورة من المحكمة إلى المنارة سيدي خريبيش إلى سوق الحوت إلى فندق رجاسي وغيرها من المعالم. قريبا بإذن الله تنتهي هذه المحنة، ولا يسعنا الآن هنا الآن إلا أن نذكر بأن القوة الخاصة البحرية وجميع فصائلها من القوات البشرية المشاة البحرية والقوة المقاتلة، وهي من أول القوات التي انضمت عملية الكرامة وخاضت جميع المعارك، معارك بنينة ومعارك أبو عطني، معارك سيدي فرج، معارك الصابري وسوق الحوت، وإلى الآن تصل إلى نهاية المشوار بإذن الله بتحرير كامل منطقة الصابري وسوق الحوت في القريب العاجل، بإذن بها تعاود وتجدد العهد أمام الله والوطن وسيدي القائد العام للقوات المسلحة بأننا رهن الإشارة وبأن هذه القوات ما أن تتم عمليتها المكلفة بها في محور سوق الحوت حتى ترجع إلى ثكناتها استعدادا لأي أمر، استعدادا لتنفيذ أوامر الموت الصادرة من القائد العام والشعب الليبي إذا طلب في أي مكان. بإذن الله ستجد رجال القوات الخاصة البحرية يقدمون الغالي والنفيس ويضحون بأنفسهم كما عهدناهم دائما، ودمتم ودامت ليبيا حرة والمجد والخلود للشهداء. فندي علي عرف مصطفى الصابري مصطفى حامل الرايه عرف مصطفى